واحدة من الصفقات اللي تقدر تقول دخلت في المنظومة بسرعة والجمهور النادي الأهلي كان مستني منها كتير، وخليني أقول إن الظهور رغم إنه قصير ومش كافي بالتأكيد إنك أنت تقيم الإضافة اللي ممكن يمثلها رضا سليم، لكنه يبقى الحقيقة واحد من اللعيبة اللي بتراهن عليها جماهير النادي الأهلي بشكل كبير. هيكون معانا فرناندو دا كروز المدير الفني السابق لفريق الجيش الملكي المغربي معانا في السادسة من خلال طبعا تقنية الفيديو كونفرنس. أشكرك في البداية على مشاركتك معانا وأهلا وسهلا بيك على شاشة النادي الأهلي. شكرا لكم لدعوتي. يعني في البداية عايز أعرف رأيك في قصة انتقال نجم المغربي ونجم الجيش الملكي السابق رضا سليم للنادي الأهلي، وإزاي بتشوف الصفقة دي وحجم أو مدى إضافتها لسكواد الأهلي في الموسم الحالي؟ أعتقد أن انتقاله رضا سليم للنادي الأهلي هو شيء جيد للجميع. هو لاعب في آخر 3 أو 4 أعوام وحصل على الألقاب، والآن يذهب إلى فريق كبير أو الفريق الأكبر النادي الأهلي، وأعتقد أنه شيء كبير له على مستوى التحسن القروي، وأعتقد أنه سيحصل على العديد من الألقاب طبعا مع الأهلي، وسيساعده هذا على التأقلم والتقدم دائما. يعني من وجهة نظرك كمدير فني سابق طبعا للجيش الملكي، رؤيتك لإمكانيات رضا سليم إيه؟ هي أهم مهاراته وأهم إمكانياته اللي بيتمتع بيها، ومن وجهة نظرك برضو أفضل توظيف لرضا سليم في الملعب ممكن يكون إزاي؟ أعتقد أن رضا لديه العديد من المهارات والكبيرة، هو اللاعب يحب اللعب، هو يحب التمرين طوال الوقت، هو لا يريد أبدا التوقف عن التدريب واللعب المباريات، وهذا شيء مهم، وأول شيء مهم بالنسبة لي في اللاعب وفي رضا سليم بالأخص. الشيء الثاني في إمكانيات رضا، أعتقد أن يفضل أن رضا يفضل أن يلعب على الأطراف، لأنه يكون بأريحية أفضل للعب على الأطراف بسبب مهاراته وسرعاته. هو أيضا لاعب قادر على المراوغة بشكل جيد جدا والاختراق من الأطراف، وأعتقد أن القليل من اللاعبين الذين يمتلكون هذه المهارات مثل رضا. في الأهلي طبعا الجيش الملكي فريق كبير وليه تاريخ طويل، وهو بطل البطوله المغربيه او بطل النسخه الاخيره من البطوله المغربيه في الموسم الاخير، لكن في الاهلي القصه تختلف عن اي فريق تاني على مستوى قاره افريقيا. انت تاتي الاهلي لتتعرض لضغوط على مستوى الجماهيريه والشعبيه، ضغوط على مستوى المنافسه، ضغوط على مستوى عدد المباريات وعدد البطولات اللي بتاخدها، واللي من المفترض انك انت بتدخل كل واحده منهم على سبيل المنافسة أو بهدف المنافسة على اللقب ده. إزاي تتوقع أنه رضا سليم في أول موسم يقدر يندمج داخل المنظومة دي، وإيه ممكن يكون مساحة التطوير اللي أنت تنتظر أنها تحصل مع النادي الأهلي بالنسبة لرضا سليم؟ أنا أعتقد يوجد شيئين من وجهة نظري. الأولى هو رضا أن يكون دائما يكون إيجابي، ويجب أن يثق في إمكانياته، ويجب أن الفريق يعطيه الثقة، لأن بالنسبة لرضا عندما يعطي المدرب الثقة لرضا، ترى أن رضا يعطي كل شيء في الملعب، فهو لاعب يهم له بالنسبة له هي إعطاء الثقة. أول ماتش لعبه معي لعبنا ضد الوداد وماتش العودة، وكان ماتش صعب، وكان لديه الضغوط، ماتش صعب جدا من الجمهور، وكان يوجد ضغط علينا، والماتش وأيضا لعب في مواجهة بيراميدز في بطولة الكونفدرالية، ولكن هو يحب الضغط، هو لاعب يحب اللعب تحت ضغط، هو قادر دائما على لعب تحت ضغط، ولكن هو دائما محتاج إلى أن تعطيها الثقة من زملائه في الملعب ومن مدربه. إعطاء الثقة سيجعله قادر على إعطاء للفريق ما لا يتوقعه منه الفريق، سيكون في أفضل حالات، ستأخذ النسخة الأفضل من رضا سليم إذا أعطيته الثقة، وهو قادر بإمكانياته وبمهاراته
على اعطاء الكثير، هو يحب التعامل معه بشكل فيه ثقه. بعيدا عن الامكانيات البدنيه، بعيدا عن جزئيه الملعب، رضا سليم خارج الملعب، اتكلم هنا على مستوى العقليه اللي بقت جزء اساسي او جزء رئيسي في نجاح اي مشوار احترافي لاي لاعب على مستوى الكوكب كله، وبتكلم كمان على الناحيه التعامل النفسي والمعنوي. بنتكلم طبعا على تجربه احترافيه، قد تكون الامور اسهل وهو نجاح تالق داخل المغرب، لكن خروج بره الحدود ممكن تكون الدنيا الى حد كبير مختلفه. خلال فتره يعني التعامل مع رضا سليم، ازاي كنت بتشوف عقليته في التعامل مع المشكلات قبل الظروف الطبيعيه؟ ازاي كنت بتشوف عقليته في التعامل مع فكره توجيه النصائح او الرغبه في تغيير شيء او الرغبه في العمل على انك انت تطور جزئيه معينه؟ ازاي بتقيم عقليه رضا سليم الاحترافيه؟ والجزء الثاني الناحيه المعنويه والنفسيه، لو جينا حللنا شخصيه رضا سليم، الناحيه الافضل اللي ممكن من خلالها انك انت تخرج منه افضل ما عنده. غدا الاول هو رضا، هو لاعب دائما يبتسم، هو دائما يبتسم ودائما سعيد، يحب كما قلت من قبل، هو دائما يحب التمرين، يحب، لا اعتقد ان هذا شيء مهم جدا. انا ارى ان هذه مهاره وهذا شيء لا يتواجد في جميع اللاعبين، انه دائما يريد التمرن، يريد اللعب. واعتقد اذا كنت تريد ان رضا يكون في افضل مستوياته على يجب دائما أن إعطاؤه التوعية وأن تقول له النصائح، وهو دائما ما يتقبلها. هو لاعب يفاجئ دائما، هو نوعية لاعب مثل رضا سليم، هو ما عندما تعطيه النصائح هو يركز بشكل قوي جدا ويسمعك بطريقة كلها اهتمام، ويؤدي هذا على مستوى الملعب. هو دائما يقول أنه يحتاج للعب، يحتاج للمشاركة. هو من وجهة نظري هو لاعب خطير جدا، ومن صعب جدا إيقافه، ولهذا أعتقد أنه هو ليس لاعب فقط الذي سيعطيك على مستوى الملعب، ولكن سيعطي أيضا لفريقه الإضافة. رحلتم يعني عن الجيش الملكي، انت رحلت طبعا كمدير فني سابق للجيش الملكي، وهو رحل من او انتقل يعني من الجيش الملكي الاهلي، هل ما زلتم على تواصل؟ هل في مساحه من التواصل بينكم وبعض، ولا الصلات انقطعت يعني؟ نعم، من وقت لوقت نتكلم، نبعث لبعض الرسائل، ولكن المشكلة في رضا أنه يغير رقم تليفونه كثيرا، وهي دائما مشكلة عند رضا. ولكن بصراحة نحن نبعث لبعض الرسائل من وقت لوقت، من أسبوعين مثلا أرسلنا لبعض الرسائل. وإذا تعرفون رضا هو لاعب مهم جدا بالنسبة لي كلاعب، هو أحرز الكثير من الأهداف، صنع العديد من الأهداف، ولهذا أنا أحبه بشكل شخصي، وأنا أحبه على المستوى الشخصي، هو شخص رائع. سنه يعتبر إلى حد كبير صغير، هل بتشوف أنه كواليتي رضا سليم تصلح طبعا بعد تطور مستواه ونضجه وزيادة حجم خبراته مع الأهلي ومشاركته في كأس العالم؟ أعتقد هتكون ويندو أو يعني نافذة كتير من نوادي أوروبا، وأنا عارف طبعا أنه في المغرب ما فيش مشكلة اللغة. هل بتشوف انه رضا سليم ككواليتي ممكن يكون ليه مستقبل في الملاعب الاوروبيه؟ ساقول لك، بالنسبه لي انا كان لدي الحظ ان امرن في فرنسا وفي بلجيكا. عندما كنت في نادي ليل، هو كان لدي لاعب برازيلي يلعب في نادي ليل، رضا لديه نفس الامكانيات بالضبط. كنت ارى ان اللاعب البرازيلي الذي امتلكته في الفريق ليل، كان رضا سليم كان لديه نفس الامكانيات، وكان لديه القدره على اللعب هناك. وانا من وجهه نظري
أن رضا يجب عليه أن يمر بخطوات ليتطور، وأعتقد أن الأهلي هو أفضل طريق وأفضل خطوة له كي يتطور ويستطيع القدرة أن يكون قادر على اللعب في أوروبا. إذا أراد اللعب في أوروبا فهو اختار الطريق السليم عندما ذهب للأهلي، ولأن اللعب في أوروبا يتطلب منك الحصول على ألقاب كبيرة وألقاب صعبة للعب في أوروبا واكتساب الخبرات، وأعتقد أن هذا بالفعل ما سيعطيه له الأهلي، ومن ثم يستطيع أن يلعب في الدوري الفرنسي أو في أوروبا حتى في الدرجة الثانية أو حتى في الدرجة الأولى، فهو قادر على اللعب في أوروبا. فرناندو داكروز المدير الفني السابق للجيش الملكي، بشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا، ونتمنى النجاح الحقيقة. جماهير النادي الأهلي كلها تتمنى الحقيقة النجاح لرضا سليم من أول ظهور لي. أعتقد أنه يعني الغالبية الكاسحة من النادي الأهلي راضية بشكل كبير أو شايفة بشكل كبير أنه رضا سليم ممكن يكون إضافة كبيرة جدا لسكواد النادي الأهلي، وإن شاء الله يكون قد المسؤولية.